خلال زيارة رعوية لسيادة المطران خريستوفورس لمحافظة العقبة، ترأس خدمة القداس الإلهي في كنيسة القديس نقلاوس العقبة بحضور أبناء الرعية المحتفلين بعيد شفيع رعيتهم القديس نقلاوس، وفي عظته عبر سيادته عن محبته لأبناء الرعية في المنطقة، مؤكدا لهم أن أعياد القديسين وشفاعتهم عظيمة جدا، لأن الله يستمع ويستجيب لقديسيه. ودعا سيادته الرعية أن يكونوا ممتلئين بالصلاة والتأمل والتوبة والعمق في الحياة الروحية. شارك بالخدمة عدد من الآباء الكهنة والشماميسة بحضور حشد من أبناء الرعية.